التصميم المعماري بإثراء يحمل في كل زاوية من زوايا إثراء لمحة فنية تحكي قصة. الفن في المملكة العربية السعودية بيمر بمرحلة نضوج. إحنا الآن في رحلة تغير، قطعنا منها شوط كبير جداً، لكن الرحلة لسه مستمرة. أنا فاطمة الراشد، رئيسة قسم الاستراتيجيات والشراكات في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء. هذا المكان يمثل لي حلم وتحقق. أنا بدأت في إثراء كمهندسة معمارية، كنت مسؤولة عن تطوير التصميم والإشراف على الإنشاء. هنا اللغة الأساسية هي لغة الفن. هنا نوجد منصة للحوار وللنقاش وللأحلام، نستخدم الفن فيها كوسيلة تواصل. إثراء is a young institution that we opened its doors in 2018. So we have a lot of programs in order to support the young community. I can remember that one of the most symbolic programs that we have, it's called the Ithrat Prize. The Ithrat Prize was launched in 2017 with the aims to promote and support Saudi and Saudi-based artists in the kingdom. Currently, we are in our fourth edition, and we actually open to 21 Arab countries on this edition. مسار الفن هو أحد المسارات اللي يركز عليها إثراء. في هذا المسار نحرص على إيجاد منصة للفنانين المحليين إن هم يطوروا مهاراتهم، يكونوا يصير في عندهم مجال للتبادل المهارات والمعرفة الفنية مع الخبراء العالميين. نحاول إنه نوجد فرص للفنانين المحليين يكونوا جنبا إلى جنب مع الفنانين العالميين من خلال معارض إثراء. So Ithra's mission is always to support the local community. With this saying is that one of our pioneer programs to support local artists is the open call for emerging Saudi and Saudi-based artists. Currently, Wada Fadl is exhibiting in Seeing and Perceiving with her work Light Upon Light with major names of contemporary arts such as Carsten Holler, Do Ho Su. أنا ولاء فضل، فنانة معاصرة ومصممة جرافيك. اليوم انتمائي لإثراء لأنه إثراء بيدعم الفنانين الناشئين زيي وبيحاول يوصلهم للعالمية. كنت أحد المشاركين في برنامج الدعوة العامة اللي أطلقها إثراء، طبعاً حضرت بفرصة المشاركة، التدريب والفوز في النسخة الثانية للبرنامج ضمن 158 مشارك. من الأشياء المهمة باستراتيجية إثراء للتركيز على بالتركيز على المسار الفني هي تطوير الذائقة الفنية للمجتمع المحلي. كفنانين سعوديين كان لنا دور كبير جدا في إحداث نقلة نوعية، ولكن بالأخص إثراء كمركز ثقافي رائد كان له دور كبير في إحداث هذا التغيير من خلال البرامج والمبادرات اللي هو بيقدمها للفنانين السعوديين والفنانين المحليين لصقل مهاراتهم لإيصالهم. This is the kind of program that Ithra has been and continues to host in order to financially support the artists to create an idea and realization, and also at the same time giving specific training in the fields of conservation, art critique, portfolio presentation, and also how to respond to exhibition concepts. إثراء بحد ذاته نحن ممكن نعتبره متحف متحرك، كل زاوية فيه تحكي قصة، كل زاوية فيه تعطي لمحة فنية تستحق التوقف أمامها والتأمل فيها وتمعنها. المكان اللي احنا فيه يعني لي البدايه عشان اكون صريحه، الباك جراوند انا تبعي المصممه جرافيك، فخلال دراستي كنت لما ادرس كانوا دائما الدكاتره بيقولوا لي اتذكر انك مصممه ولستي فنانه. اثراء اعطاني الفرصه اني ابدا مشواري كفنانه، فاثراء له مكانه كبيره في قلبي لانه اعطاني الفرصه اني ابدا مشواري الفني كفنانه.